يواصل عباس تعليمه الأولي في مراكز محو الأمية بمحافظة ذي قار بهدف إتقان القراءة والكتابة، إذ يقول عباس إنه يستطيع اليوم قراءة اللافتات وكتابة الأحرف والحساب، ويتطلع لإكمال دراسته حتى الوصول إلى الجامعة، داعيا كل من فاتته فرصة التعلم إلى استثمار مشروع محو الأمية والالتحاق بركب المتعلمين. فادتنا، علمتني القراءة والكتابة والحساب، أنا وتطور ظليت من أطلع برا، أنا أعرف أقرأ اللافتات، أقرأ من أروح الدكتور أتعلم أقرأ، وكلش طورتنا كلش هواي يعني. وأنا أنصح يعني للشباب إنه تجي تتعلم، تجي هنا تقرأ وتتعلم، وعندي طموح أكمل يعني، عندي طموح أكمل، ما لا كملت بهالمرحلة أكمل عمر ثالث رابع يمكن حتى أوصل للجامعة يعني. قسم محو الأمية في ذي قار أشار إلى أن عدد المنتظمين في مراكز محو الأمية منذ انطلاقها بلغ أكثر من 65 ألف مواطن، جلهم اجتاز الصفوف الأولية من المرحلة الابتدائية بنجاح. بلغ عدد الملتحقين والمستفيدين من هذه الحملة لحد هذه اللحظة هو أكثر من 65,700، موزع ما بين 32 ألف ذكور إلى 33,700 أناث. قانون محو الأمية 23 لسنة 2011 أجاز لنا فتح صفوف خامس وسادس ابتدائي، وقد تم تخرج أكثر من 579 متخرج من الصف السادس الابتدائي. إلى ذلك أكدت وزارة التخطيط انخفاض نسب الأمية في عموم البلاد، موضحة التحاق أكثر من 2,000,000 مواطن بمراكز محو الأمية منذ عام 2012، مع استمرار دعمها لتعليم الأميين لا سيما النساء. كانت قد سجلت في عام 2012 نسبة أمية في العراق وصلت إلى أكثر من 20%، انخفضت في العامين الماضيين إلى 12.3، وهذا الانخفاض حقيقة جاء متأثرا بالإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة والجهات ذات العلاقة، في نتحدث عن وزارة التربية. أيضا هناك إجراءات قامت بها وزارة التخطيط من خلال استراتيجية مكافحة الفقر في البلاد خلال السنوات الماضية، هذه الاستراتيجية تمثلت بالتركيز على تعليم الإناث القراءة والكتابة، لأن نسبة الأمية حقيقة ترتفع بين الإناث أعلى أو ضعفها عند الذكور. وتشير التقارير الرسمية إلى أن نسب الأمية في البلاد تتركز في المناطق النائية والريفية التي تفتقر إلى المؤسسات التعليمية. وتحث وزارة التخطيط العراقية وبالتنسيق مع الوزارات الاتحادية الأخرى جميع موظفي الدولة على تعلم القراءة والكتابة وصولا إلى مؤسسات حكومية خالية من الأمية. علي العتابي، الحرة، ذي قار.